Habir TV. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا هي خدي أم جهشتن أي ببش كشكرنا خلاك كاديش برنامج ما غازي أمي فيش خديت كن إجباني بلند كو أو برسوا غازيت خبر رسقم بكتن كو ام جوابا يبدين جوابك او برازي وفايده ما بك الدنيا واخرته. دا رب العالمين قران دا قالك بحث فان اياته كري، يعني يا ايها الذين امنوا غازيت كتيا ابيت با خدان ابيت هين خدان ايمان ابي شولي بكن ابي نكن اذ ايات افرو كدا سوره ال عمران ايات صد الدوي رب العالمين غازي متكت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بشتيا أوت وإيمان من إيناي يا أيها الذين آمنوا، يعني غازي خدان إيمانات كتن أوت وعهد صوصد بو خدي داين. يا ربي ما بارب تهيا هن أفن وهوغوتي، يا ربي ما بارب تهيا، يا ربي الركاتي الراستا، يا ربي أمدقه خدين تا، يا ربي ام قرانادين كسيدتري ام السركا تابين ام دي سر قرانا تابين بريفاتشين ام دي كين برنامه وبوجيانا خو ام دي ديف بيغمبري تابين، يعني يا اوت واف عهد وصوصب وخدي داين بيشتش خدي بترصن. اتقوا الله خبارزن اش غزبا خدي، خبارزن اش خدي، يعني خبارزن اش قلناها رب العالمين يعني كربش ونهل جرتن ورب العالمين غزب الوناكت. خبارزن شندي حق تقاته، يعني حقية حق تقوى بديه كتقوى شيا رب العالمين شواش مدفيتن. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نمر إلا هن بصرمان إلا هن خدان إيمان هن تسليمي قوتنا خدي أبا يا رب العالمين غازي متكتن ام انسان التقوى بين تقواي چتشتا تقواي خپارستنه. امام عمر خود جرازي بتن بسيارش ابي بن كعب كر قلت يا ابي تقوى چتشتا، قلت يا امير المؤمنين ما چجتو نشو اناف زاويه كدا يا ستري، قلت بلي، قلت وكت چه ناف زاويه دتا چت كر، قلت من جلكت خو هل دانو گرجت كرن دا ستري نمين مفا دا اس استري بن پارستني. قلت التقوى ها أفيا تخب بارزة إش قلناها تشتش همية تازاتر الدف إنساني تقوية اكر ويخش قلناها بارست رب العالمين خزينة عرض عصمانة دي بوفاكت، ورب العالمين دي خشية الدنيا وآخرة برسقي ويكت، ورب العالمين دي بارزة الدنيا وآخرة دا إش همينة خشية، يعني فيقية الدنيا هندي خشية كيا دي بوويت وهندينا خوشك هيا دي جيت باراستني وهندي سركتنا كيا دي بسركافتن وهندي قدر قيمتك مظن دف رب العالمين هيا دي بو الدينان دني. إذن تقوى رب العالمين أمر متكت أم تقوى خدي بكين أم قهداري بكين أم يعني عبادتي بكين أم شكراوي بكين أم يعني دائما بين بيراخا إش بيرا ما نشت أفا تقوى ياخد هار البيرا مروفي بتن رب العالمين أمره بصرمانة يتب تقواه.
القرآن دا سيصد جهة قرآن دا بحث التقوى هاتي كرني أمري بصرمانات كد بشتي قهدارية خد بكين سيصد جهة القرآن دا بحث التقوى هاتي كرني. إذن تقوى رب العالمين تشتكي قلك مظنة كو قرآن بهنارتي ونا آياتك ونا الدوا ونا السيا ونا صدا ونا دو صدا بترس سيصد آياتا بحث التقوى هاتي كرني. يعني خش قلناها بارزن چونك أساسا دي جيانة تأيد باراستن شمين خشي هكتو يتقوى به. أساسا دي خشي الدنيا همي بوتئين هكتو يتقوى به. أساسا تدي خشي بدنيا بيني تديش يعني نخشي تأثير التناكن نجبر هند رب العالمين هند أمر ما بيكري تقوى رب العالمين كمروف إنسانك إش خده طرز بد خش حدود رب العالمين بدت باش نسنتك يا والله باشا كرام بكين ن وانما فرض واجب ينكت لتوش غضب رب العالمين بت بوشي فرض واجب چنكل فيري تقوى رب العالمين دي تش نخش الدنيا هم يا بارزت عملت ادمينت بيش نابتن والاخره جبر دوامي دي بتخير وقنجيت وتدش عذاب رب العالمين يا أبدي دي خلاص به رب العالمين قازي مات كت قرآن دا يا أيها الناس قازي عالمي هميت كتن يا ربي تشش مدفتن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قالي إنسانا قازي إنسانا هميت كتن نبي صرمان التني بشتن عبدين يا خدي بكن أو خديهين خلقيات كرينين شاكرين بوشي يا ربي عبدين يتابكين جبر في علتي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هن شاكرين وأود بري وجه شاكري بوشي لعلكم تتقون داهين بمش مروفت متقي رب العالمين الرجل سر ما فرس كري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكان بحسي الرجي هاتي كرني جبر چي هم جبر هندية بشتداهن مروف التقوى شهر يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ده تقوى يلدف وبيدابت هكذا تقوى يلدف ما بيدابي دي هميتش تبدأ اسمها ايتن هميتش دي بدأ اسمها كافتن أف علماء ما أف زنايت أف ديناء وأف دنيا همي تربيت كري وقانين ونظام نشادين همي مروف التقوى بين مروفش خود بطرز بين قلع عبادات تكر خوش حرام الدام باش رب العالمين درجهت يتعلمي بو فكرا عالمك بحثي خود كتن بشتن أس من صد هزار حديثة بيغمبري جبرن جبر كرنا وان دف من هند بصانهية كاچوا أس قل هو الله تخينم قل هو الله چند صانهية لدف من صد هزار حديثة بيغمبري مجبرن وكي قل هو الله إمام بخاري خود جرازي بتن تقوى ياوي الوي درجة بي حتى الشيعة بيشتن مليون حديثة بيغمبري كوم كرن حتى 5000 حديثة بما إينا اندري كري صحيحة بخاري دا قلت من مليون حديث كوم كرن وفان علماء ما يعني همي أساسي شيء أساسي تقوى يا هر برا خب ديه كو أو خايش مالك متقي دركتين وأفعل مؤفزانين يا رب العالمين برسقي كر بوشي تقوى يا رب العالمين بكين تشكو يا رب العالمين عرض عصمان يدستيدا إنسان لازم خش غزب خود بارزت دا رب العالمين درجهت خيرا خبو فاكتن رب العالمين همي تشتد خلقيات كرين كسب دست چو تشتب دستي كسينينا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير رب العالمين همي تشتد خلقيات كرين وهو همي تشتاجي اتشيت يعني هميش شولا بكتن هميش شولا اتشيت بكتن اذا رب العالمين اختي بيشت ما خدي هميتش تدخل قيات كيرين وخدي تشيت هميش شولا بكت معناه يا انسان خو هاو جاي في خدي بك حاجة كرنا في خدي بدس خو بيخا تشكوي اف كون همية داي قوته ويقالك مظنة دي تا بارزتش همين اخوشيا ودي الشيانة مظن دي بدس تايختن كتو خشي الدنيا يجب دس خو بيخي شو الهميد جارك دي زفرن برب العالمين جبال هندي رب العالمين بيشتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
خما يعني غرور نكن خ بمنت نكا تجارك دي زفر دف رب العالمين ورب العالمين هر شولا كيفيا دي بشت كن فيكون دي شبت قلت اجر ابراهيم بيغمبر صلوات خد السربن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اجر طزي تبطز وسلامات بسر ابراهيم اجر طزي قلت بحر الشقب ابو موسى بحر الشقبي وفيجا هر تشتكي يعني معجزة بيغمبر الصلاة تخد السربن رب العالمين هم تشد استيدا رب العالمين بوشت بجمة تقوى خدبكن تشكو أم ملكي وينا أم الدستي ويدا دي ما ساخكت دي ما مرينت ما رزيلكت ما عزيزكت أبا هم دستي ويدا خشي نخشي تدي بي دانو ستاندني فقير وزنجيناتي يد الله فوق أيديهم خدي السر هم تشتي هم تشت ملكي ويا ورب العالمين وكي داخوزك شمتكت ما بما بكتن إلا بري هنجي رب العالمين يا همي تشد بما حاضر كرين إذن ذي قوة هند مظن يا رب العالمين أم يعني بدس خبيخين بشتا مبتن نلسر مبتن هاري كاربت نبو ما مشكلة تشيكت شكو رب العالمين شيت بصانة هي الدفي هر تشتكي هابتن رب العالمين يمزنا يبقوته بل جل في قوته وفي مزناه رب العالمين يبرحمه رب العالمين يمردة رب العالمين حش عبد خدكت رب العالمين يعني أهل التقوى وأهل المغفرة رب العالمين يهوصنا إنسان وصانينا إنسان هكر قوي برحمة جدلي درت كبت إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى بس رب العالمين هي قوية الجل قوة تاوي رحمة ومصر شامي تشتي رحمتي وسعت كل شيء حديث بيغمبري صلاة خذ السر مش رحمة من يد برغزة بالراكري إذن وكي أم رب العالمين أمر متكتن بشتن تقوابا دا في قوة هند مظن في رحمة هند مظن في دلوفاني هند مظن هم دس خبيخن يا رب العالميني أم دي شوى التقوى بين تقوائي لازم أم خدي ناز بكين أم شيانة ناز بكين ورب العالم بيشتكر هن خدي نابينن بس بري خب دوي كاتشت كتن عرض عسمانا دا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون رب العالم بيشتكرنا عرض عسمانا وشاف نوكي الروجية وروش نوكي الشافية وعرض عسمان شكر نوان نوك إيكا بشتن أفهمي علامة دليل سرشي بقومك خدي بطرصة لقوم يتقون إذا رب العالمين بجلك الريكا نشمدة تقواب بريكا بيغمبالي تخوى الصلاة تخوى السرب بريكا وحي قرآن بمهنورتي مروفت باش كرب العالمين شداي ومروفت خراب كرب العالمين شلكر حديثة بيغمبري صلاة خد السربن أما بويدة تقوى بنا كرمزان نشامدة تقوى يتشا وكي بيغمبري بن نشامدة بان كل ديرت في ديني دعاة في الدعوة عالمت كن بوريكا خده أما بري خب دين حياة وان سيرة وان بخين أو تشوش خد الترسان ورب العالمين أفكر ما بدستي يعني برسقي وانكر رب العالمين ما تعلمين التربية ما مباشر حالات نفسي قل جسر منو في داتين مصيبتك كيدت خشيه كيدت طنقاويه كيدت افهمي تشي افهمي ابزانا رب العالمين ان شتدت افهمي رسالنا همين كاغزن رب العالمين بوتت هنرت يا انسان الخب زفره ورا سريك راست هكا رب العالمين افني شمنا دبن ام دا غازن داكين يا ربي بلاتا بان من افخلتي يا كير بس من الزاني دي بلاتا ريكني شمدا با تهندم رف انابان بيغمبر تب مهنارتبان وكي رب العالمين يشتن ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم مش هكي هل جارك مصيبتك ونخوشك هكي رهات بساري وانا قلنا هكير با فيقولون هكير ما بيغمبر نهنارتبان وما ريني شمدا با وما يعني ريكا يا راستو ومباشر وبداعية وبيغمبرة وحديثة وانا وحي رب العالمين هكذا نبا طبعا رب العالم بيشتهي فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين
بجن يا ربي تبو شي بما بيغمبرنا تنارتن ودا عمل السريكة وان بيغمبرا شو باينا ودا ام بانا شمرو فيت خدان ايمان رب العالمين في الهمية تنرد دا شبكين دا تقوية نشام ابدتن هكرم بين سحكين اسباب التقوية ودي شوى تقوى بسبب التقوية شنا شكو هر تشكي سبب خوية هاي ايك شونا رب العالمين بجت ما دراوينك راستي بيجن دراوينك راستي بيجن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب العالمين بشتدراوينك والراستي بيجا الراستي دي تجهينة الرازبين رب العالمين وقولوا قولا سديدا أخفتنك الراس بيجن يصلح لكم أعمالكم خذ دي الشولة وهم يابو وشيكتن هذا الشولة كي يعني يه ي زحمت بتن دتاب وتب صناهي اختن اذا رب العالمين وبشتهن جتن ده ايات تري يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبب تقوى ما قلت اك شونا رف دراوي نكت رف راستي بيجتن سبب دي تري مروف الهندم جل هندم مروف صالح بت يتصادق بتن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اش خذي بترسن والجل مروف الرازبن قال مروفت رازبن إذن هفاليني الراستا جنجها كمروفتي دا يا باقجة هفالت مروفت باقجا خدان إيمانا سقاكي إيماني مروفتي دا تربيتك إيماني مالك خدان إيمان هفالت مروفيش خده بترسن أفهمي دي بري مروفتين تقوائي تشتش هميا خطر ترد حياة إنساني دا اتجه كي دابت أوجه شوابت أوجه أوبتن بدجي إيماني بت دي شوى قتينتن إما فت إيمان بقرتن ودجمنا هي فانتشتا همية بكت أن إيمان خبردتن وشكل بكتن جل فانتشتا دي تري همية إذن هفاليني قلك يا تأثيرك مظنة بدفية إنسان بسرمان شوابتن هفاليني باشي بكت چنكي بجن الصاحب صاحب هفالي مروفي وكي مروفي تكيشت هفالي تي باش بتي تكيشت باشية هفالي تي خراب بتي تكيشت خرابية هكذا مروف تيكليا تاجر اكيرو دبر خاطي بحث بارات كنو ابدي مروف حس كتو لا مروف تاجر بت هكذا تو تيكليا مروف گنهكار بكي دي بحث گنه تخا كن سر دات شو يتخا كا چوا گنه هات كت انسان دي كوت تناف گنه هادا و يوجي و كن علم مروف جل مروف صالح بدي بحث باشي و قنجي و ترصانش خدي و ابا حلال و ابا حرام و عمل صالح الجل مروفي مروف جدي عالم تل جلوانا دي وشو ليكتن اذا رب العالمين غازمت كتن وابتغوا اليه الوسيله خب جهين رب العالمين يمي شو خب جهينني أم دي خب جهينني بفن ركاية رب العالمين نشمدة دائم بمروف التقوى حكي رم سحكين تقوى أم نبيج ولا تشتكي خشة وبصانة هي تقوى خش قلناها بدي باش هو جاية تصبر كيسر قلناها بكيشي هو قلناها نكي الركا بحشتي رأي خستية بستريا الركا بحشتي يا جهنمي رأي خستية قولوا الرحانة وبهم خشية بيغمبر حديث سيد بيت صلاة خد السربن مشت ألا إن طريق الآخرة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بشهوة مشت ريكا بحشتي ريكا أخرتي يا رأي خستية حزن نخوشة بلنداهية تدي بسركة في زحمتة تعبة تدي زحمتة بدي برخة ويا جهنمي شوانا سهل بشهوة يا بصانة هي وكي عدشتك الراستة شهوات وخشية الدنيا أو تشتي إنسان حاجة كتن إذن صبر السرنا خشية أفدي بالتقوى چونكي صبر نيفا إيمانية إنسان دي بتمروفي تقوى حكي رخوا إش دنياي مال الدنياي شهوات الدنياي يتحرام خوش بدت باش صبر بيت فيتن حتى خوش بان تشتاد باش چونكي دنياي وشهواتي تو خرابياوي جهريات نافدا يبخو دي بيمرتن بيت إنسان صبري بكيشتن دا ببتش مروفين متقي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين رب العالمين بيشتن أوكسي تقوى تقوى خذي بكت يعني شخذي بترستن وصبري بكيشتن نسر نكرنا قلناها مش رب العالمين دي شليكت رب العالمين أجريوي إجبير ناكتن لا يضيع أجر المحسنين دي بهاكي مظندتي رب العالمين أمري ماتكتن سر تقوية هندي أمبشين قالك مروف دي بيشت والله من أفش ولا كير بس با يعني من نشيا
نشيان حتى حدود الدماهيكي بحسي إمام أحمد كان وكي يعني السجنة يا 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 ظالم هذا قلت بي رجا خطبة ويا تعذيب داي قلت أزيت شم نفيجا خطبة سر مفارزة إش درجهي وانا جارة كادي دابر تعذيبي وحتى جهان دي جهوي جارة دويجي شو جارة سيجي جارة شاريجي حتى او حرس البردرجهي قلت يا امام هر جارة كي تت ايشين انقلك تبوشنا يعني تبوشي يدلي ما بيفا انا قلت يا رب العالمين قران داد بيت فاتقوا الله ما استطعتم هندي وبشت هندي هم بشن هندي خبارزن هندي تقوى يكن من حتى في جار سي جارة مشيا من تعذيب بدن اشفيري بيفا ايدي نشي من بردرجهي جفي زيدة تلدر نكت رخب دي افايا افايا تقوى افايا ايمان هندي مروي بيتشيت بتن نها ما تشككي بسيط كتت حالة دا والله باسي دا جالا زحمتا ونخوشا نا لازم انسان تقوية خده بكت فاتقوا الله ما استطعتم وكي بينغاوة كي مربو رب العالمين اتهافجة يتقوية رب العالمين بهاي خير هم يدت مروفي نما كي انسان يألها تشولي خا خلاصك تنساخ بي بجي والله با نشي شولي ما بكت تنساخ بي اما رب العالمين هر بينغاوة كي تبافجي هر وكي تجهان دي دماهيكي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أو كسي تقوى خده بكت رب العالمين رأسا يكفر عنه سيئاته دي هديت مظندته كنا هيتو هم يا غفرينتن ودي خيرتو مظنكت أما بشر لازم تبقى هنا دماهيك أم دي بحثي هندك فايدة تقوائك إيكش فايدة تقوى رب العالمين شل مروفيت كتشولت مروفي بمروفي صانه إخت فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يعني أو كسيش خد بطرسة دي رب العالمين شولت بصانه إختن رب العالمين دي شولت وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا شولت أمر نقول في شولي أني مالي أني شولت هم يبصانه إختن أو كسش خد بطرسة وقت جنبينة إيكا خدان إيمان أن كتشي بكتب إيكي يا خدان إيمان دي رب العالمين جيانك صالح دتي جيانك باش دتي عيالك صالح دتي سمعتك باش دي هبتن جيانك خوش دي بورينن دشتنقافيا دركفن ومن يتق الله يجعل له من أمره يجعل له مخرجا مش ننجحي لك هدف عالمك قلت يا إمام أسمروكي جحيلم وأزي فقيرم ومتشتش نينا ومتفت أجنبينم أسشبكم إناوي عالمي قلت تقوى خذبك إش خذب طرسا دي رب العالمين ركب تفكت إنا قلت أزي شد بجمتا أزي فقيرم بارانينن نا يعني خبي خدانكم نا جنيبي بينم نا مالي خاني بي آواكم يعني أسنشم تدبج من تقوى خدبك قلت يعني أوي جحيلي وكي يعني بوي قال أنا خاش بيها في آخفتنا بشتهين يعني أوي جحيل وقت الشوير شو هزرت خاكرن أبا عالمة أبي يعني بو خدية كذا والله دا قوي خبدمي بشت أوي جحيل البر محلي إيكي شو لتكر قلت يا أبي قلت والله أزي تقوى خدبك من ذي محلي دا وفي شو لكرن دا زيت شو سر شو لأخوة شو لي خب إخلاصت كر خلكك تعاملك تظل جل كر لبي وبالي بي وأفمر فا وصى بي أف محلها هر وكيوي خداني محلي هزريت خطي ذاكر وبري خطاوي أفمر فا كي دلساخة ومر فا كي شو الكرة ومر فا كي يعني قالك باشا إنا خدان رابي خداني محلي رابي بخان يك شكرش دفخة وكيشك هبي قالك تظو ويا قالك بأخلاق وباجي بي قلت تمر فا كي هجي أزدك شا خادمته كيشا خداي وخان يجيبو تشيكر وأوي مروفيش نيكا زاني ومالجي طبعا كدستي شو دا في عالمي قوتي قصيريا من عفيكا وكي من آخفتناتا اشكان دي والله من تقوى خديكر رب العالمين حالي من خشكر خاني بدست مكاد من جن اينا همي بوي تقوية او تنشام داي اذا تقوى رب العالميني يعني دي الريكب انساني يعني بهاي داكت الريكب صانهي تقوى رب العالمين هر كسك تقوى چت تشتي دابك رب العالمين دي بارز تشخرب ياوي تشتي هكر انسان تر تقوى خدب كش خدب ترصد عيالي خو تربيت بكت رب العالمين دي وين بارز تش نخشي عيالي تقوى رب العالمين دي ول مروفي كت خشي الدنيا يجبو مروفي ان يت اخرت جل قلبت رب العالمين بشتي ايها الذين امنوا اتقوا الله يا قالي خدان ايمانا تقوى خدبكن وامنوا برسوله إيمان بيغمبري ببن يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به بشت رب العالمين دي
دو تشتاد تو كفالات الدنيا وآخرته الرحمة الدنيا وآخرته دي بوابتن ورب العالمين دي رونا هي كده ترجع قيامته تسر بالربا بشي ورب العالمين اشتوى لمن خاف مقام ربه جنتان أو كسش خده بترصد رب العالمين دي دو بحشتاد تري تقوى رب العالمين مصطرين جه رب العالمين مروف دين دي شت جه شويت قيمة ترنين وكي إنسان إش خذ بترصد رب العالمين شت بيجتن إن أكرمكم عند الله أتقاكم يشوى هم يبقدر قيمة ترن دف رب العالمين أو يتقوى بتن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه پیغمبری گفت خاله خواه سعدی گفت یا سعد لا یغرن که هشیار به غرور نه به عالم بشت افا خاله پیغمبر خودیه گفتی بیجه یعنی لازمه تو عمل صالح بخواه بکه و تو نش تقوه داره به اسفایده تناکم پیغمبری گفتی کچا خواه فاطمه یا فاطمه بخواه شولد باش و خیره بکنه بیجه از کچا پیغمبر خودیمه اس رجا قیامت فایده تناکم امام شافعی خودیجه راضی بود بما بیتک و شعرید بیجتن لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب بشتن السند تخم رب العالمين إنسان قيمته وينينه إلا بتقواي فجاء خنه لبي بيان نسبه لعمرك ما الإنسان إلا بدينه إنسان بقدر بقيمته بدينه خواه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب تقوى نهي لبي فيا هندي بجاس كوري فلان شيخي وفلان ملاي فلان بنا مالما ونسبه ميا باشا برا خبد سلمان فارسي نا عربي فارس بي چنكي تقوى خدت كي رب العالمين چن بيش اخست وابو لهب مامي پیغمبري ويا خدا نسب وحسب شيركي چليكر فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب أبو لهب شرك بيشكر يعني سلمان الفارسي بلن بي پیغمبر قلت سلمان منا أهل البيت إذا تقوى رب العالمين دي علم الدف مرو في بيداكت واتقوا الله ويعلمكم الله تقوى رب العالمين دي بيشت رب العالمين باستراتهما ومن يتق الله فهو حسبه هكذا تقوى خدبك خذ دي شو للتكت تقوى رب العالمين ده عمل تقبل كت إنما يتقبل الله من المتقين خديش كي قبل كت نش تقوى دارا مش عالمك هر دعاتي قلت يا ربي بس تدور ركعات نفيشش مقابل بك يا ربي بس دور ركعاتا هنا عندك قلت تبوش بحسي دور ركعاتا دي قلت ما نهاك خديش مقابل كر معنى ايش مرو في التقوى ما هذا دعاوي بي تقوى رب العالمين دي عيالة بارزتن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يعني بيش أويش عيالي خب ترستن أويش عيالي خب ترستن بلا تقوى خذيب كت رب العالمين ديوان بارزت تقوى رب العالمين ديما بارزش أجر جهنمي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية نين إيك إلا هذي السر براس صراط الراشد ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا مروف التقوى دار دي خلاص بن رب العالمين دي بحشت دتا إن المتقين في جنات ونهر رب العالمين دي الجلمروفي بت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون رب العالمين دي سميان مروفي بت الله ولي الذين آمنوا أمي فيش رب العالمين كيش باني بيبلد أو تقوى برزق مبكت خير الدنيا وآخرة برزق مبكت خشي الدنيا وآخرة برزق مبكت ما بارزتن مش مصيبة ونخشي الدنيا وآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله